نشرة كورونا من العراقيات الإخبارية. أهلا بكم. البداية من العناوين. وزير الصحة يفتتح 4 مستشفيات جديدة في ديالى لمعالجة مرضى كورونا وتوفير الخدمات الأخرى. الفرق الصحية تكثف إجراءاتها الوقائية استعدادا لإداء الامتحانات لطلبة المدارس. الإصابة بكورونا تقترب من 97 مليونا والوفيات أكثر من 2 مليون حول العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة والبيئة افتتاح 4 مستشفيات في محافظة ديالى. وذكر مراسلنا أن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وصل إلى محافظة ديالى صباح اليوم وافتتح 4 مستشفيات في أقضية بعقوبة وخان بني سعد وبلد روز ومندلي لمعالجة مرضى كورونا وتوفير الخدمات الأخرى. شرفنا بزيارة أهلنا في محافظة ديالى قضاء خان بني سعد. اليوم حقيقة 4 مشاريع مهمة تدخل الخدمة في محافظة ديالى. هاي المحافظة اللي عانت الكثير من المشاكل والإرهاب في السنوات السابقة وتحتاج البنى التحتية لوزارة الصحة الكثير من الخدمات. قضاء خان بني سعد من الأقضية الكبيرة، أكثر من 180,000 نسمة. حقيقة بال 2009-2010 تم تخصيص مستشفى لهذا القضاء ولكن لم تنجز هذه المستشفى. اليوم أنجزت هذه المستشفى، مستشفى خان بني سعد، وستدخل الخدمة إن شاء الله خلال الأسبوع الحالي، وستقدم الخدمات لأهلنا، خدمات في مجال الباطنية، الجراحة النسائية، الأطفال، مرضى كورونا. أيضا المستشفى مجهزة بكل الأجهزة الطبية، وهناك أجهزة أخرى ستجهزها الوزارة. إذا حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من ديالى مراسلنا شاكر الوندي. أهلا بك شاكر. بداية، ما هي الخدمات التي ستقدمها المستشفيات الجديدة ومدى أهميتها بالنسبة لأهالي المناطق التي افتتحت فيها هذه المستشفيات؟ نعم زميلتي، تحياتي لكم ولكل مشاهدينا. طبعا اليوم زيارة مبكرة لوزير الصحة والبيئة دكتور حسن التميمي إلى محافظة ديالى، وكان برفقته خلال جولة له في مناطق أو نواحي خان بني سعد وكذلك قضاء بلد روز وناحية مندلي، بداية للاطلاع على الواقع الصحي الموجود للمؤسسات الصحية في أنحاء محافظة ديالى. وطبعا تم افتتاح 3 مستشفيات واطئة الكلفة بسعة 50 سريرا في نواحي خان بني سعد ومندلي وبلد روز. وطبعا هذه المستشفيات متكاملة من حيث ملكاتها الطبية والصحية وكذلك الأجهزة المتوفرة فيها. وهذه المستشفيات ستكون أهمية كبيرة كون هذه المستشفيات تقع في مناطق بعيدة عن مركز المدينة بعقوبة، وهذه المناطق ذات كثافة سكانية عالية، فلا بد أن تكون لها أهمية كبيرة، ستقل الزخم على مراكز المدينة وخاصة ذات أهمية لا سيما لكبار السن أو لديهم أمراض مزمنة. ستكون هناك اختصار للطريق والجهد والوقت لهؤلاء لمراجعة هذه المستشفيات. هذه المستشفيات كل مستشفى بسعة 50 سرير ومساحة 1250 متر مربع. هذه المساحات لها زيادة أو إضافية لأنه مستقبلا ستكون خطة مستقبلية في حال توسيع هذه المستشفيات ستكون هناك مساحة كافية. هذه المستشفيات تحتوي على جناح خاص للطوارئ، وهذا الجناح يحوي على مختبر وصيدلية وأشعة وعمليات صغرى أيضا، إضافة إلى مكان خاص لاستراحة الملكات الطبية والصحية، إضافة أيضا إلى أجزاء مهمة هي رداهات الرقود للرجال والنساء وأيضا للأطفال، إضافة إلى ملحقات مهمة جدا وهي منظومة إنذار مبكر عن الحريق في كافة أروقة المستشفيات. إضافة إلى هذه المستشفيات أكد وخلال مرافقتنا لوزير الصحة ودكتور علي التميمي أثناء جولتي في هذه المستشفيات وفي هذه المناطق أيضا كان هناك افتتاح لأقسام أخرى، مركز الإدمان في أطراف ناحية خان بني سعد، وهذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل لوزارة الصحة للمؤسسات الصحية في جميع أنحاء محافظة ديالى. وهناك نقطة مهمة أود
تعرج عليها بأنه هذه المستشفيات أسست أو أنشئت أثناء ذروة جائحة كورونا وأخذت كاحتياطات لاتخاذ الأجراء اللازم، لكن أن الصحة مسيطرة في ديالة على هذه الجائحة وأصبحت هذه المستشفيات فارغة ومجهزة تماما، لذا استثمرت كمستشفيات عامة لكافة الأقسام والاستفادة منها. طيب، في هذه الفترة. نعم. طيب شكر، بالنسبة للوضع الوبائي في ديالة ما هي آخر المستجدات وكيف كان تقييم وزير الصحة أثناء زيارته هناك للمستجدات؟ نعم زميلتي، فيما يتعلق بجائحة كورونا هناك الوضع مسيطر عليه في محافظة ديالة ونسبة حالات الشفاء جيدة جدا، وأشاد في نفس الوقت أثناء مرافقتنا لوزير الصحة ولقائه بدكتور علي التميمي في هذه المناطق بأنه أشاد بواقع عمل الملاكات الطبية والصحية وكذلك بمدير عام دائرة الصحة ديالة الإجراءات التي تتخذ واستمرارية وإدامة مفاصل وأجهزة هذه المؤسسات الموجودة، الالتزام أيضا موجود، وفيما يتعلق بالسلالة الجديدة ليس هناك أي ظاهرة أو إيحاء لوجود هذه السلالة، والوضع مسيطر عليه في جميع أنحاء محافظة ديالة والملاكات الطبية والصحية على استعداد كامل. كان لديهم أثناء ذروة كورونا يعني مارسوا هذا العمل ولديهم المناعة الكاملة والاهتمام الكامل لمواجهة أي مخاطر لا سمح الله إذا حدثت أو ظهرت. طيب، في أي مكان من أنحاء محافظة ديالة. طيب إذا كنت معنا مباشرة من ديالة مراسلنا شاكر الواندي، شكرا جزيلا لك. استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي الحالي ومن أجل سلامة الملاكات التعليمية وطلبة تربية ذي قار وبالتعاون مع الصحة المدرسية تكثف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا. في ظل وباء كورونا، تربية ذي قار وفق الإجراءات المتخذة من قبلها استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي الحالي تلزم مدارسها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل سلامة الكوادر التدريسية والطلبة. فرقنا وكل كوادرنا بالصحة المدرسية جاهزة للعمل وعلى أهبة الاستعداد، وبانتظار أي تعليمات تصدر مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم. راح تكون فرقنا تفحص الطلاب الداخلين، تطلع على الصفوف، عدد التلاميذ أو الطلاب اللي موجودين بالقاعات. الصحة العامة في ذي قار ومن خلال فرقه الجوالة تلزم التربية بعدم السماح للطلبة والتدريسيين تجاهل الإجراءات الوقائية المشددة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي إضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى، وبخلافه تمنع المدرسة الطالب من أداء الامتحان. هناك استعدادات مبكرة من قبل مديرية التربية ذي قار من حيث الأوامر الإدارية والتوصيات لإدارات المدارس من حيث توفير الأماكن الخاصة بالامتحانات. أيضا هناك تنسيق عالي بين مدير عام التربية ذي قار وشعبة البيئة المدرسية التابعة لقسم النشاط الرياضي والمدرسي فيما يخص المتابعات وتعفير القاعات الامتحانية. أيضا هناك مع مدير العام الشرطة ذي قار في توفير الحماية الكافية في حالة أن احنا في ظرف صحي خاص، راح تكون يعني المدارس اللي أعدادها كبيرة أكيد راح تشطر دوامها في حالة تحديد موعد معين، تشطر دوامها تكون إلى جزئين حتى تستوعب الأعداد وتوزع على جميع الصفوف والقاعات الموجودة في المدرسة حتى تضمن التباعد الاجتماعي اللي نصت عليه خلية الأزمة. استعدادات مكثفة وجهود بالإمكانات المتاحة لأداء امتحان نصف العام الدراسي الحالي تجريها فرق الصحة المدرسية بالتعاون مع الدوائر المعنية من أجل سلامة الطلبة في ظل جائحة كورونا. للعراقية الإخبارية سنان الخفاجي، الناصرية. ومن ذي قار مشاهدينا ينضم معنا مباشرة دكتور حيدر حنتوش مسؤول شعبة الأمراض الانتقالية. مساء الخير دكتور، بداية كيف تقيمون المنحنى الوبائي في المحافظة حتى اللحظة؟ مساء النور. بالتأكيد يعني شهدت الأسابيع الأخيرة سيطرة واضحة وانخفاض حاد في حالات كورونا المسجلة في محافظة ذي قار، لكن للأسف الشديد الأيام القليلة الماضية بدأت تشهد ارتفاع وإن كان طفيف، ولكن هو مؤشر يعني يجب أن يقف عنده بجدية ويؤخذ على محمل الجد. بدأت عدد الإصابات تزداد ولو كانت الزيادة قليلة، فعادة هي الموجات الوبائية تبدأ بأعداد قليلة
ومن ثم ممكن تتضاعف بمرور الوقت. لا نخفيكم سرا، يعني نتوقع يعني على الورق وعلى المخططات موجة وبائية قد تكون في نهاية الشهر القادم، مثل ما حصل في باقي دول العالم، وشهدت أغلب دول العالم موجة وبائية ثانية. هذه الموجة الوبائية من السلالة الجديدة دكتور؟ ممكن تكون من السلالة الجديدة، وممكن تكون مختلط من السلالة الجديدة والسلالة القديمة. يعني العراق ليس بمنأى عن دخول السلالة الجديدة. لحد الآن احنا بانتظار الأجهزة اللي ممكن تشخص السلالة الجديدة لنتبين وجودها من عدم وجودها. طيب، في الوقت الحاضر هل أصبحت لدينا دكتور الأجهزة؟ هل تم استيراد الأجهزة الجديدة لفحص السلالة الجديدة من هذا الفيروس؟ كيف نميز بين السلالة يعني الجديدة والسلالة القديمة؟ يعني بالطرق المختبرية هنالك أجهزة قادرة وكوادر مختبرية وطرق معينة قادرة على تحديد السلالة. ومثل ما صرح السيد في تصريح للسيد وزير الصحة أنه الوزارة ستقوم باستيراد هذه الأجهزة الخاصة بالتعرف على السلالة الجديدة. نعم، إذا دكتور أيضا حدثنا عن جهودكم في نشر التوعية الوقائية ومردوداتها في المؤسسات التربوية والتعليمية. نعم، شهدت محافظة ذي قار ومنذ بداية العام الدراسي نشاطات كبيرة في خصوص السيطرة على الكورونا، وخاصة في المدارس، حيث تم فحص لحد الآن ما يقارب 26 ألف طالب في متوزعين على 287 مدرسة، بالإضافة إلى أكثر من 4000 من الكوادر التدريسية. بالتأكيد سجلت إصابات، 73 إصابة بين الطلبة و35 إصابة بين الكوادر التدريسية، ومجموع المدارس المصابة 58 مدرسة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بحق المصابين وغلق الشعب الذين ينتمون إليها، وباستمرار يتم التأكيد على التزام بالتوجيهات اللجنة العليا للسلامة الوطنية بتحديد عدد أيام الدوام. وتم إبلاغ مديرية التربية، وهناك تعاون كبير مع مديرية التربية ذي قار حول المدارس المخالفة، خاصة المدارس الأهلية التي تتجاوز في الدوام عدد الأيام المقررة. وإن شاء الله نتمنى من التربية تتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة بهذا الصدد. طيب دكتور حيدر حنتوش مسؤول شعبة الأمراض الانتقالية كنت مباشرة معنا من ذي قار، شكرا جزيلا لك. حذرت الدوائر الصحية في محافظة الديوانية أصحاب مركبات النقل الداخلي والخارجي والمواطنين المسافرين بين المحافظات من عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية التي تشكل خطرا في انتشار الوباء. عدم التزام المواطنين من أصحاب مركبات النقل الخارجي والداخلي والركاب بشروط السلامة وقرارات خلية الأزمة يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة وانتشار فيروس كورونا خصوصا بين المحافظات. احنا كسواق خط بغداد اليوم الالتزام من شغلات الوقاية التزام مو صحيح، لا اكثر العبرية يجون ما ملتزمين لا بالكمامة لا بالجفوف، تحث العبر على هذا الشكل لك انا ما يحتاج البس كمامة والبسه، كل المجتمع العراقي ما ملتزم، موجودة اليوم اعراس حفلات بالاسواق الزيارات ماكو التزام من جهة شغلة الوباء. فهذا الشيء احنا نعاني منه، ده ما تقدر تجبر العبرة ان انت يلبس كمامة ويلبس جفوف. الدوائر الصحية والرقابية المختصة حذرت من التهاون وعدم اتخاذ الإجراءات والضوابط من التباعد الاجتماعي ووسائل الوقاية الأخرى
خلال السفر والتنقل بين مختلف الأماكن. بدأ العراق بالسيطرة على وباء كورونا، ولكن هذا لا يعني من عدم الالتزام بارتداء الكمامة والمعقمات وكل الإرشادات الصحية ومنع التجمعات، لكوننا ما زلنا لم ننهي هذا الوباء. متابعة الإجراءات الصحية والوقائية ومتابعة المسافرين الذين يرتادون المركبات، كذلك التدقيق اليومي هو على المركبات الخارجة من المرائب الرسمية ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية والصحة. قلة الإصابات المسجلة خلال الفترة الماضية لا يعني القضاء على الوباء، ويتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية المطلوبة. فرحان مراد، الديوانية، قناة العراقية الأخبارية. إذن مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من الديوانية دكتور يحيى فالح معاون مدير الصحة المحافظة. يسعد مساءك دكتور. بداية، حذرتم من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في مركبات النقل الداخلي والخارجي، هذا تحذير، هل جاء لأسباب تتعلق بتسجيل إصابات وافدة من محافظات أخرى إلى محافظات الديوانية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة تم الإعاز إلى مفارزنا الموجودة في السيطرات بتوعية المواطنين حول الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات واستخدام المواد المعقمة أثناء السفر والتباعد الاجتماعي، وكما أصدرت تعليمات خلية الأزمة إلى كافة وسائط النقل بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الإلزامي لدى المسافرين. وتعرفون هذه الفترة يعني أكو صار جو بارد، فلذلك تكون النوافذ مغلقة في بعض الأحيان، وهذا طبعا يسبب إلى انتقال العدوى. فإحنا نطلب من كافة الأخوان السواق ومن خلال هذا المنبر بأن يفتحون الجامة وإن كان فتحات بسيطة لجعل تهوية جيدة داخل السيارة حتى يمنع انتقال الوباء في حالة وجود شخص مصاب داخل السيارة. إذن كيف تقيمون التزام المواطنين هناك بالإجراءات الوقائية بصورة عامة؟ والله حقيقة يعني المواطنين بصورة عامة ماكو ذاك الالتزام، حيث موجود التجمعات موجودة في الأسواق في المقاهي، وحاليا يعني احنا لان الاصابات قلت في الفترة الماضية بدأت تزداد في اليومين الاخيرين، وخاصة في على مستوى المدارس، وتمت اتخاذ الاجراءات الوقائية باغلاق الشعب اللي بيها يعني طلعت المسحات موجبة في الشعب، وتوجيه ادارات المدارس بضرورة التباعد وعدم تجمع الطلبة فيما بينهم وتشخيص الحالات المصابة وإن كانت إنفلونزا وبائية. وإحنا فتحنا أكثر من منفذ لتلقيح الإنفلونزا الوبائية حتى نخلص من عملية التداخل بين الإنفلونزا الوبائية ومرض الكورونا. طيب دكتور، في ظل هذا الازدياد في عدد الإصابات، هل أنتم مستعدون وجاهزون إن كانت هناك موجة ثانية لهذا الفيروس؟ نعم، صراحة احنا في هذه الأيام عندنا الهدف مالتنا 1600 مسح يومي، لحد البارحة كان عندنا المسح اليومي تقريبا 2492 بالدقة، وهذا الرقم طبعا كلش جيد لأن احنا جاي نغطي مساحة كبيرة من المجتمع الديواني، وتقريبا مسيطرين على المرض بصورة عامة. مستشفياتنا والردهات موجودة بأهبة الاستعداد لاستقبال المرضى إن شاء الله ما تصير إصابات جديدة. طيب، كنت معنا من الديوانية دكتور يحيى فالح معاون مدير صحة المحافظة، شكرا جزيلا لك. تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم 2 مليون حالة، كما اقترب إجمالي عدد الإصابات بالفيروس من 97 مليون. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تاليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. كما تتصدر أيضا الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تاليها البرازيل والهند والمكسيك.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش حذر من قيام بعض الدول بشراء لقاحات كورونا فوق حاجتها. غوتريش طلب بضرورة التزام الدول حاليا بمشاركة جرعات زائدة من لقاحات كورونا لديها، موضحا أن هذا الأمر سيساعد في حماية النظم الصحية في العالم من الانهيار. أما المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقائية منها حذر من خطر 3 سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد على القارة الأوروبية. المركز أشار إلى أن هذه السلالات التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تسببت في زيادة معدلات العدوى والإصابة. هذا وقرر الاتحاد الأوروبي إجراء تعديل في التصنيف اللوني الخاص بالأوضاع الوبائية. رئيس المفوضية الأوروبية ذكرت أن زعماء الاتحاد اتفقوا على إضافة اللون الأحمر القاتم لتحديد مناطق انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مبينة أن كل الوافدين من هذه المناطق سيكون عليهم خلال الانتقال داخل أوروبا إجراء فحوص خاصة بالفيروس قبل السفر والخضوع لحجر صحي بعد الوصول. أعلنت وزارة النقل البريطانية عن منع دخول جميع المسافرين القادمين من دول تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من اليوم الجمعة. الوزارة أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في جنوب أفريقيا، مبينا أن السماح لحاملي الجنسية البريطانية والإيرلندية والإقامات السارية من دخول البلاد. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حجر صحي على جميع الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن إن كل من يسافر إلى أمريكا سيحتاج إلى إجراء اختبار صحي قبل صعوده الطائرة والالتزام للحجر الصحي فور الوصول. قال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن أنتونيو فوتشي أن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا مقلقة أكثر من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا، مبينا أن السلالات الجديدة تظهر دائما ويجب التعامل معها بحذر شديد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يتغير بشكل دائم ومعظم التحور لا يؤثر على فعالية اللقاح. يعكف علماء جامعة أكسفورد البريطانية على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة سلالات متحورة من فيروس كورونا ظهرت مؤخرا في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. ويأتي تحرك الجامعة بسبب ما تتميز به السلالة الجديدة من قدرتها على العدوى بنسبة أكبر ب50 إلى 70% من الفيروس الأصلي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل. المنظمة في بيان لها أوضحت أن النسخ المتحورة من الفيروس تسببت في زيادة الضغط على النظم الصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة على وشك الانفجار. أعلن معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا في روسيا أن اللقاح ضد كورونا الذي صمم على شكل رذاذ أظهر استجابة مناعية خلال التجارب قبل السريرية. المعهد في بيان له أشار إلى أن مواصلة التعاون مع وزارة الصحة الروسية بشأن دراسة الخصائص الوقائية للقاح ضد الفيروس باستخدام نماذج حيوانية مختلفة. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيلها أكثر من 22,800 إصابة وأكثر من 340 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. السلطات أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة بالعدوى ارتفع خلال الساعات 24 الماضية، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة في البلاد بلغ أكثر من 71,900 حالة وفاة. وقررت فرنسا إلزام جميع القادمين إليها بمن في ذلك القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بتقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الفحص سيتعين إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل الدخول للأراضي الفرنسية، وأوضحت أنها ستعفي العاملين عبر الحدود وفي النقل البري من هذا الالتزام.
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيلها أكثر من 14 ألف إصابة و500 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتعتبر إيطاليا ثامنة دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس وسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة. وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة كورونا في البلاد حتى نهاية نيسان المقبلة. مددت السلطات اللبنانية فترة الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا. وأعلن المجلس الأعلى للدفاع تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل حتى الثامن من شباط المقبل، وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التجديد في تطبيق هذا القرار. سجلت وزارة الصحة المصرية اليوم 54 حالة وفاة و752 إصابة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية. المتحدث باسم الوزارة أشار إلى خروج 566 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. إذن مشاهدينا عبر سكايب ينضم معنا مراسلنا في القاهرة أحمد محمد. أرحب بك أحمد، بداية حدثنا عن آخر مشهد للمنحنى الوبائي في مصر. و52 حالة إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 159,715 حالة أو إصابة، من ضمنهم ناهيك 125,131 حالة تماثلت للشفاء بعد خروج 566 حالة خلال ال 24 ساعة الأخيرة للمستشفيات العزل والحميات. أما عدد الوفيات فقد أصبح 8,801 حالة بعد تسجيل 54 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت ناهيك وزارة حول السكان المصريه بان نسبه الاصابات ربما قد انخفضت بنسبه 18% عن الاسبوع السابق بعد ان كانت الاصابات تتجاوز 10,000 اصابه في اليوم، اما نسبه الشفاء فقد بلغت 38.5% يعني خلال هذه المده المؤخره ايضا خلال الايام الاخيره الماضيه، بالتالي يعني تحاول وزاره الصحه والسكان ان تتساير مع وتتعامل مع جائحة كورونا بشكل متزامن من خلال بيانات وليتر وأرقام. هناك غرف في العمل عمليات تقريبا في كل محافظة مصرية، هناك غرفة من العمليات ترتبط في غرفة عمليات رئيسية في القاهرة، يتم من خلالها قياس نسب الإصابة والشفاء وأيضا حتى نسبة المترددين على المستشفيات. ولكن نفس الوزارة ناهي أعلن في وقت سابق بأن هذه الأرقام لا تكون صحيحة 100%، لا سيما بانها تعتمد على يعني عدد المصابين او عدد الذين يترددون على مستشفيات العزل والحميات او عدد الذين يعني يتلقون فحوصات او يجرون فحوصات فيروس كورونا. بالتالي يعني هناك ارقام ونسب ايضا تحاول وزاره الصحه والسكان المصريه ان تقيس عليها نسبه تفشي الوباء، ودائما تؤكد بان الوباء ربما يصل الى مرحله خطر في حاله وصول الانتشار الى مرحله العدوى المجتمعيه وعدم التحمل الاصابه، ولكن حتى هذه اللحظه بما انه دائما ما يتم التاكد من مصدر الاصابه او حتى الذين يترددون على المستشفيات دائما ما يعلن بانهم مصابين نتيجه تلامس او عن طريق الاقارب او عن طريق وفودهم او خروجهم خارج البلد، بالتالي يعني تعتقد بانه الامر هو حتى هذه اللحظه تحت السيطره. تحاول ايضا وزاره الصحه والسكان المصريه ان تستمر برفع جاهزيه مؤسساتها وملاكاتها من خلال فتح دورات تدريبيه مستمره للملاكات الطبيه، ايضا تجهيز المستشفيات بماده الاوكسجين بشكل مستمر، وحتى انها شكلت لجان متخصصه لمتابعه هذه الماده بعد حصول ربما بعض حالات الوفيات في فتره سابقه نتيجه نقص الاوكسجين في المستشفيات، بعدها تم فتح تحقيق وعلى عقب هذا الامر تم تشكيل لجان. ايضا هناك مبادره اعلنت مؤخرا في مصر نعرف وهي متابعه حالات العزل المنزلي، لا سيما بعد دخول 10 محافظات من اصل 27 محافظه مصريه دخلت ضمن هذه المبادره والتي تتضمن متابعه حالات العزل المنزلي، لا سيما بان وزاره الصحه والسكان تعتمد بروتوكول العلاج او اجراء علاجه وهو انه حجز الحالات الحرجه والشديده والخطره فقط في مستشفيات العزل والحميات وتحديدا في العنايه المركزه، اما الحالات التي تشخص
بانها خفيفه او متوسطه سيتم ابلاغها بالحجر الذاتي والمنزل، وعلى ان تكون هناك مراجعه ومتابعه من قبل المؤسسات الصحيه او اللجان الطبيه لاجراء الفحوصات اللازمه حول هذا الموضوع. ايضا هناك خط اخر وهو خط اللقاحات في مصر ناري. تعمل وزاره الصحه والسلطه المصريه والسلطات المصريه بصوره عامه على موضوع اللقاحات بخطين. الخط الاول هو استيراد اللقاحات وتوفير حاجه البلاد من هذه اللقاحات، دخلت او ربما سوف يدخل بالفعل الى حيز التنفيذ لقاح كينو فارم الصيني لا سيما بعد وصول الجرعه الاولى في الشهر الماضي والجرعه الثانيه في مطلع هذا الشهر. اعلنت وزاره الصحه والسكان المصريه بانها سوف تبادر وتدشن التطعيم لهذا اللقاح الصيني مطلع الشهر الجاري، مطلع الشهر المقبل عفوا، وبعد ذلك وعلى ان تكون الوجبه الاولى طبعا اكيد للملاكات الطبيه والصحيه. وايضا هناك شراء مثل كبار السن واصحاب الامراض المزمنه والاوراق، يليهم شراء اخرى مثل العاملين في القطاع الصناعي وغيرها. ايضا دشنت حول هذا الموضوع تحديدا منصه الكترونيه لتسجيل الراغبين للحصول على التطعيم بشكل يعني طوعي وعدم اجبار، وايضا ربما هناك يعني بعض الجهات التي سوف تكون مدعمه من قبل الدوله مثل الملاكات الطبيه وغيرها. اما يعني شرائح اخرى التي ترغب بالحصول على هذا اللقاح فانها سوف يكون مقابل مبالغ لم تعلن حتى هذه اللحظه المبالغ، ولكن دشنت هذا الموقع الالكتروني او هذه المنصه لمده ثلاث ساعات فقط من ناحيه طيب احمد سجل خلاله 23,000 حدثني ايضا عن اجراءات وزاره الصحه ايضا واجراءات خليه الازمه هناك في حال تم انتشار السلاله الجديده، عن الاجهزه لفحص هذه السلاله، الحملات التوعويه للمواطنين، خاصه ان هناك دراسات تقول ان هذا الفيروس اسرع انتشارا من السلاله القديمه ب 50 إلى 70%. حتى هذه اللحظه ناهيك لم تعلن وزاره الصحه والسكان المصريه عن تسجيل اي حاله في مصر بالسلاله الجديده او بالفيروس المتحور كما يسمى، ولكنها ايضا ضمن اجراءات احترازيه تؤكد على وجوب ان يكون هناك تاكيد بشكل ضروري وكبير جدا على اتباع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه من جميع الفئات ومن جميع الشرائح ومن المواطنين. فرضت غرامات ماليه، فرضت غرامات وعقوبات قانونيه واداريه على المؤسسات كانت حكوميه او في القطاع الخاص التي لا تلتزم بهذه الاجراءات، ايضا فرضت على المواطنين ارتداء الكمامه في وسائل النقل العام مثل المترو والباصات وغيرها من جميع الاماكن المغلقه او التي تشهد تجمعات سكانيه. في اطار اخر وهو ايضا ربما يتعلق بموضوع اللقاحات، تعمل وزاره الصحه في موضوع ابحاث، يعني لا ننسى ان نذكر انه هناك عمل جاري حتى هذه اللحظه على انتاج لقاح محلي في مصر والذي سمي بفاتوان. خصصت وزارة الصحة أو السلطات المصرية تجهيز محمل ربما بقيمة 800 مليون جنيه، 400 مليون جنيه منها ناحية إنتاج خصوص إنتاج هذا اللقاح. تؤكد المصادر المعنية هنا بأن اللقاح أثبت حتى هذه اللحظة نجاحه في تجربته على الحيوانات، وينتظر الآن تجربته على البشر. لكن بعد التأكيد وهيئة الدواء المصرية أنه يجب إنتاج لقاح يعني جرعات أكبر قبل تسجيله او قبل تجربه في المراحل الاكلينيكيه او السريريه. تعتمد وزاره الصحه بشكل اساسي كما ذكرنا على اللقاح الصيني الذي سكته، واكدت المصادر الصحيه في مصر بانه اثبت نجاحه بنسبه 86% على المنع من الاصابه وبنسبه اكثر من 90% على توليد طيب احمد التام مضاده او تحفيز الجسم في توليد التام مضاده، وايضا نسبه 100% بعدم الوصول لحالات الاصابه الى الحالات أو المتوسطة. طيب مراسلنا من القاهرة أحمد محمد صالح، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا. إذن مشاهدينا وبالعودة إلى لبنان والوضع الوبائي هناك، ينضم معنا عبر الهاتف مدير مكتب العراقية هناك في بيروت أمين نصر. يسعد مساءك أمين، في البداية حدثنا عن آخر مستجدات الموقف الوبائي في لبنان. تحية لك زميلتي وتحية لكادر فريق اعداد النشرة وجميع المشاهدين الكرام. ما زال الوضع يعني في تصاعد وربما في سوء اكثر، وهذا ما حذرت منه اليوم منظمة الصحة العالمية في لبنان. قالت ان لبنان متجه نحو وضع كارثي وخطير. هذا ما دفع بلجنة الدفاع او مجلس الدفاع الاعلى في لبنان
الى اعلان او تمديد حاله الطوارئ حتى الثامن من شباط شهر شباط المقبل، ذلك لملامسه حصيله الوفيات 70 حاله وفاه يوميا وارتفاع عدد الاصابات الى اكثر من 6000. هذا يعني اذا ما حسبنا المناطق والقرى والارياف الاقبيه والضيح كما يسمونها في لبنان الغير مشموله بالفحص. في حديث مع مدير يعني هيئه الصحه العامه يقول نسب الاصابه يوميا تكاد تفوق 18 اصابه، هذا مع وجود حاله حظر كبيره واقفال عام واغلاق للمؤسسات وحظر تجوال. المشكله الكبيره ان المستشفيات الان تعاني من نقص بالاسره، نقص بالادويه، نقص بالاكسجين، ولبنان يعول على وصول اللقاح، على هذا اللقاح يسهم في الشهر المقبل بحل هذه الازمه الكبيره. نعم، اذا ايضا كيف يبدو المشهد في ظل تمديد هذا الاغلاق هناك؟ هل هناك التزام من قبل اللبنانيين بالاجراءات الوقائيه؟ يعني هنالك التزام يعني بنسبه 90%، وهنالك عقوبات وهنالك يعني دوريات مسيره وحواجز ومن الصحه ومن قبل الامن والدفاع وزاره الداخليه والجيش، كل ذلك يشترك. لكن الاصابات التي تتحدث عنها وزاره الصحه هي اصبحت اصابات منزليه بالاحتكاك والتلامس والمزاوره والاختلاط، ذلك ان يعني النظام البناء في لبنان نظام افقي فهم يتزاورون بالشقق، يعني هم امتنعوا عن الحجر امتنعوا عن الظهور في الطرقات والمؤسسات والشوارع، لكنهم يتزاورون في الجيوش مما ادى الى انتقال العدوى من والى هذه العوائل وهذه المنازل وبالتالي انتشار الوباء. نعم، اذا كنت معنا عبر الهاتف مدير مكتب العراقيه في بيروت امين ناصر، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 463706 إصابات، كما تم تسجيل 33 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8076 حالة. أعلنت الصين اليوم عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا. اللجنة الوطنية للصحة أشارت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة دون أعراض تظهر على المصابين، مبينة أنها لا تعتبرها إصابات مؤكدة بالفيروس. كشفت دراسة حديثة إجراءها علماء أو أجراها علماء يابانيون فعالية الشاي الأسود في إضعاف نشاط فيروس كورونا، وأكد علماء في جامعة كيوتو الطبية أن تناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يسهم في إبطال مفعول الفيروس. ووفقا للخبراء فإن مادة العفص الموجود في الشاي الأسود توقف نشاط فيروس كورونا، وكلما كان تركيز الشاي أقوى زاد احتوائه على هذه المادة وبالتالي يزداد تأثيره على الفيروس. ختاما مشاهدينا، تذكير بالعناوين. وزير الصحة يفتتح 4 مستشفيات جديدة في ديالى لمعالجة مرضى كورونا وتوفير الخدمات الأخرى. الفرق الصحية تكثف إجراءاتها الوقائية استعدادا لأداء امتحانات نصف السنة للطلبة في المدارس. الإصابة بكورونا تقترب من 97 مليونا والوفيات أكثر من 2 مليون حول العالم. شكرا لكم، إلى اللقاء.